السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد، وجبتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. فيديو اليوم راح نحكي عن شغلات جدا مهمة. أول شيء كم خبر حلوين بالنسبة للعبة، وفي خبر أغلبنا راح ياخده بطريقة غلط، مثل ما أنا حسيته أنه راح يكون 100% غلط. وراح نحكي كمان عن شغلة مهمة اللي هو نظرية المؤامرة اللي أنا عم فكر فيها، واحدة منها اللي هو صار حالياً. بقى خلينا نبلش اول شيء بالشغلات الحلوه. اول شيء طبعا اللي ما بيعرف، راح يكون في ايفنت موجود راح ناخذ فيه هدايا حلوه، اللي هو ارتفاكت 100 اللي بتطور الجير 100 من ليفل 2، وراح ناخذ رون شيست 10 صناديق تبع الرون، وراح ناخذ سبورت شيست ال10 كمان، وراح ناخذ مليون جولد اذا حققنا هدول الشغلات اللي هو 30 لايك وربلاي على التويتر وعلى الفيسبوك. فاذا حابين تشتركوا فوتوا على موقع اللعبه اللي هو سول ليفلينج فورمز، بعدين فوتوا على تويتر او الفيسبوك تبعهم، اعملوا لايك وريتويت، بدي شو بسموها ربلاي، مشان تاخذوا الجوائز كلياتكم. هلا مو شرط يعني انه تدخل بحسابك، بس اهم شيء يوصلوا هن هذا الرقم، والكل راح ياخذ الجوائز، مو بس اللي عمل لايك راح ياخذ هاي الجوائز. هي بالنسبه لاول شغله. والشغله الثانيه كمان اللي حلوه بصراحه، هدول الجوائز راح ناخذهم خلال الفتره القادمه، اللي هو هانتر كيز وجولد 300,000 جولد، ومانا باور، ومارس اوف تايم 30. بقى كمان فوتوا على اللعبة كل يوم، خدوا هاي الجوائز، واللي أحلى منه لسه كمان اللي هو هدول الجوائز راح ناخدها بشكل يومي. من أعتقد بلشت، أيوة بلشت من من 15 ل 25، اللي هو أول يومين راح ناخد 10 تيكتات ب10 تيكتات، بعدين 250 جولد، بعدين رون اللي هو الهيرويك البنفسجية، بعدين راح ناخد سبورت شيس 3، بعدين جولد، بعدين تيكت، هيك لحتى نوصل آخر شيء 15 10 20 30 40 50 تيكت. وباليوم الاخير راح ناخذ فيه جوجل هي مجانا. هلا انا كاتبين شيست، بس ما بعرف اذا بتفتح شيست راح يطلع لك 100% هو، ولا راح يعطوك اياه 100% ما بعرف، بس المهم راح ناخذ جوجل هي مجانا. هي بالنسبه للشغلات الحلوه. بقى نصيحه مني، كل يوم فوتوا على اللعبه مشان تاخذوا الجوائز وما يروح عليكم ولا يوم. هاي بالنسبة للشغلات الحلوة. هلا في شغلة أنا شفتها بالفيديو الماضي، اللي هو جوجل هي لما عرفوا الشباب إنه هو مجاني، بلشوا يفكروا إنه ما راح يكون قوي أبداً. هلا إحنا قلنا إنه هلا حركاته اللي شفناها مبين إنه هو مو كتير سفاح، مو نفس مثلاً لما شفنا شاها إن، ولا ما شفنا أليشيا، ولا ما شفنا أماميا. هدول كانوا يعني حتى حركاتهم مبين إنهن قوايا. اما جوجل هي للاسف حركاته مبين ابدا هو مو قوي، بس ان شاء الله يكون قوي. طبعا احنا اللي راح ناخذ من نسخه منه ونجربه، وعلى اساسه بنسحب ولا نسحب. هلا في واحد قال لي شغله يعني شوي يعني تناقشنا انا وياه. هلا هنن كان فيهم يعملوا شغله ثانيه، او كان يعني مثلا هلا انت لما اللعبه تاخذها من هذا المنظور، انه هنن اللعبه شافوا انه نحن كثير حابين جوجل هي، قام عطونا اياه مجانا. يعني هاي شغله من المنظور تبعهم انه عملوا شغله كثير رائعه، اعطونا الشخصيه اللي نحن كلياتنا بدنا اياها مجانا. عرفتوا كيف؟ فهذا شيء المفروض حلو، بس نحن شو فكرنا؟ انه اعطونا اياه مجانا لانه ضعيف. هلا ممكن ما يكون ضعيف، ممكن يكون اقوى شخصيه باللعبه، ما بنعرف. ممكن يكون مو كثير قوي، ممكن يكون مساعد مو قوي. بس هون بتجي بقى نظرية المؤامرة. ليش عطونا جوجل هي ما عطونا السبورت؟ خلونا نسحب على جوجل هي. لو عطونا السبورت مجانا، ممكن اكثر من 60% من الناس اللي بتلعب اللعبة ما راح تسحب على شخصية السبورت اللي راح تجي، بس راح يسحبوا 100% على جوجل هي. فهن شو عملوا بهالطريقة؟ قال لك هن راح يسحبوا على جوجل هي، رحنا راح نعطيهم نسخة انه يخلوه يجربها، بس هنا راح يسحبوا عليه. لانه شو راح يعملوا؟ راح يخلوا النجمه الاولى والنجمه الثانيه سفاحين من هلا عملها. ليش راح يخلوهم سفاحين؟ هلا هنا فيهم يخلوا الخامسه بسفاحه، بس اذا الخامسه هنا اللي خلوها قويه كثير، الفري تو بلاي ما راح يسحب، راح يقول لك خلص انا عندي نسخه. لانه انا مستحيل اوصل كفري تو بلاي للنقطه الخامسه، هي اذا انا مو مجمع صار لي 3 شهور واربع شهور، عرفت؟ بحكي 3 شهور اربع شهور، يمكن اللعبه كلها ما صار لها اربع شهور.
اي صح، يعني انا مثلا عم جمع معي 200 تيكت، 300 تيكت، 400 تيكت، بقى فيني فوت وممكن تطلع لي 5 من 5. بعدين شو راح يساوي؟ راح يعطوك اياها نسخه ويخلوا كل القوه تبعه بالنجمه الاولى والثانيه مشان تسحب عليه 100%. بعد شو راح يصير؟ راح تسحب على السبورت وراح تسحب على جوجل هي، وراح يعطوك نسخه مجانا. بعدين هيك بنظرك هن كثير كثير مناح، ليش؟ اعطوني نسخه مجانيه وانا انا اللي فكرت اني بدي اسحب كمان، انا اللي طمعت بدي اسحب كمان، مو لانه هو مثل مثلا ممكن تكون قوي من غير اي نجمه، بس القوه الكامله راح تكون نجمه نجمتين ثلاثه، نجمه نجمتين ثلاثه. ليش بخلوها دائما؟ مثلا الشخصيه بتكمل لما انت تسوي نجمه ولا نجمتين ولا ثلاثه، مشان يخلوا الكل يسحب، لانه الشخصيه طلعها مره مو كتير صعبه. اذا انت ما عم تسحب على كل الشخصيات مو كتير صعب انك تجيب الشخصيه اللي انت بدك اياها، بس وين الصعوبة؟ الصعوبة انك تسويها نجمتين ثلاث نجوم، مثل امامي، امامي بتصير بيرفكت لما تصير ثلاث نجوم. نفس الشيء شاهين، نفس الشيء اليشيا، نجمتين ثلاثة، حتى السبورت ثلاث نجوم بصير ممتاز. ثلاث نجوم احيانا، احيانا الفري تو بلاي اذا كان معاه شوية تيكتات وكان حظه حلو باول مالتي ولا مالتيتين ممكن يسحب كمان، حتى لو طلعت له شخصية، مو مثل الالعاب الثانية بتطلع لي نسخة خلاص بوقف انا كفري تو بلاي مثلا، عرفتوا؟ هاي هون النقطة اللي هن ماشيين عليها، انه هن عارفانين 100% السبورت قد ما كانت قوية، نجمة ولا نجمتين ولا ثلاثة، اذا اخذتها مجانا اغلب الناس اللي فري تو بلاي راح يقول لك خلاص عندي اياها نجمة، عندي اياها نسخة بكفي، ما في داعي اسحب على بانرا، لانه جاي جوجان هي ساعتها بسحب كل سحباتي على جوجان هي، حتى لو ما كان مثلا بالقوة اللي احنا متصورينها كنا بالبداية، بس لانه راح يكون مفيد 100% راح يكون مفيد، وراح يكون مفيد نجمتين او ثلاثة، ما راح يكون واو. هلا راح يكون جيد نسخة بس 100% راح يخلوك خاوة او مو خاوة، مشان تقدر تستخدمه استخدام الصح لازم تسوي نجمة او نجمتين او ثلاثة كمان، وحيصير سفاح لما يصير 5 نجوم، عرفتوا؟ هاي هي الطريقة اللي هن بيلعبوا فيها. مشان هيك انت شو راح يصير فيك؟ صح اعطوك يا نسخة، بس النسخة راح تصير مثل قلتها. ليش؟ انا كنت راح تضطر تسحب على السبورت مشان تقوي فريق اماميا، وراح تضطر تسحب عليه مشان تقوي فريق شاهين، لانه اعتقد اغلب اللي يعني اللي نحن متاكدين منه انه الشابتر الجديد اللي هو ملك الشياطين راح يكون لازم تلعب فيه بلايت، معناها لازم تقوي فريقك اللايت. وشلون تقوي فريقك اللايت؟ هلا شاهين لساتها لا باس فيها، شلون بتقوي فريقك اللايت؟ بتحط معك جوجان هي مشان يصير فريقك اقوى، لانه مين لساته سفاح اللي هو السبورت اللايت، بس بدك حدا يمكن يعمل لك بريك، يعطيك دفاع، يعطيك هجوم، يعطيك شغلات، بقى ممكن هذا الدور يكون جوجان هي هو دوره. عشان هيك بقى راح يخلوك تسحب على السبورت وراح يخلوك تسحب على جوجان هي. وهنا منظور الناس اللي احنا اعطيناك نسخه مجانا، يعني احنا كثير مناح. عرفتوا كيف؟ باقي الشغلات حبيت احكي عليها اللي هو نظريه المؤامره. هلا بيجي للشغله الاخيره واللي هي بصراحه بالنسبه لي جدا 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 سيئة، وخاصة للناس اللي فري تو بلاي اللي هي حاليا عم تكون بالمراكز الأولى بالرانكي. ليش؟ شوف شو عملوا. عم يقول لك انه نحن راح ندمج السيرفرات مع بعضها. هلا حاليا في عندك 800 وكم؟ 895 سيرفر حاليا، اللي هو لا هذا 95 سيرفر اللي هو قبل ما تنزل اللعبه، اللي هو الاوبن بيتا كان اسمه، ولا شو كان اسمه، ثواني، ايرلي اكسس. 895 سيرفر، حلو. هدول شو راح يصير فيهم؟ انه في ناس كتير لما كانوا يلعبوا الايرلي اكسس بس نزلت اللعبه بشكل كامل، مثلا ما عاد لعبوا باكونتات القديمه وعملوا اكونتات جديده ولعبوا فيها، او خلاص ما عاد يلعبوا اللعبه ملوا منها. هلا شو عم يعملوا هنن على اساس مشان السيرفرات تصير اقل؟ هلا شوف، هلا هو في فائده منها، لما تصير السيرفرات اقل ساعتها التعليق راح يصير اقل، ساعتها ممكن المشاكل اللي حالي عم توجهكم اللي هو مشكله بالسيرفر، مشكله باللودينج، عم طلعك اللعبه برا، عم طلعك اللعبه برا المرحله اللي انت عم تلعبها، هي ممكن تنحل، لانه حاليا ممكن يكون في ضغط جدا هائل على السيرفرات تبعهم، عشان هيك بقى تقليلها راح يصير احسن بالنسبه لك. بس وين النقطه السلبيه جدا؟ النقطة السلبية جدا انه هدول السيرفرات راح ينجمعوا مع بعض. هلا اذا انا فهمان صح شو راح يصير؟ 13 هدول الاربع سيرفرات راح يصيروا سيرفر 13،
هذول اربع سيرفرات راح يصيروا سيرفر 17. هلا اذا انا غلط قولوا لي، بس اعتقد هذا اللي راح يصير. يعني هذول الاربع سيرفرات راح يصيروا سيرفر 13 اسمه، وهدول الاربع سيرفرات راح يصيروا اسمهم سيرفر 17. بس شوف هو وين المشكله. هلا انا اعتقد سيرفري 30، اعتقد 30 راح كون انا مع 26 و33 و44. هلا انا باللعبه عندي حاليا انا من التوب 10 باغلب الشغلات، انا من التوب 10. حلو، خليني افرجيكم. من هلا فتحت اللعبه، ناخذ هاي، نروح على الرانكينج مثلا باي شغله. ها مثلا هون، اي ما اعتقد التوب 10 انا لو ما بلعب شيء انا ثلاث نجوم. هلا صار بدهم يعطونا مليون جائزه، شايف اللعبه قديش كريمه. ايه هلا هون انا اعتقد 21 ل 30 نسيان بالضبط، ها 21. اول شيء راح يصير هي ال 21 راح تصير ممكن 80. ليش؟ انه خلينا نقول مثلا انا هلا 20 هون، اذا كنت نفس الشيء باربع سيرفرات معناها اول 20 قبلي من كل سيرفر راح يصيروا هن قبلي، معناها 20 و20 و20 80، ها راح يصير ممكن 84. معناها راح اخذ جوائز السيرفر او راح اخذ رانك 84 اللي هو خلينا وين بيكون محطوط الجوائز؟ هون؟ ايه ممكن تصير مثلا والله شو؟ ممكن لا اقول هاي بالكؤوس ما دخلها، الرانكينج ما دخله هون، بس يعني راح يصير رانكي 84. حلو؟ هاي أول شغلة. الشغلة اللي بعدها شو راح يصير؟ هلا أنا مثلا بالتنين عم كون دائما من التوب 10، لأني ما بلعب التنين كثير أنا، بقى بشوف حالي بوصل التوب 10 بوقف. ها السابع أنا حاليا. عرفتوا؟ تخيل بقى يجي أربع سيرفرات زيادة. السابع هاي ممكن تكون على الأقل 30 راح تصير. معناها الجوائز اللي راح اخذها راح اخذ ممكن هاي الجائزة فقط، اللي هو ما راح اخذ صندوقين هون، راح صير اخذ صندوق. حلو، وغير هيك كمان اللي هون الجوائز اللي هون مثلا عم اخذ 117000 زائد صندوق راح تصير ممكن مع البيانات هون بتبين، راح صير هون مثلا ممكن اخذ صندوق بس من غير مصاري حتى. هذا اللي راح يصير عند اغلبنا، لانه انت لما تجمع السيرفرات كله وصاعتها القوي والضعيف راح يصيروا مع بعض. هلا هن الحلو فيها او الشغله الوحيده اللي مو سيئه، انه هو مو جامع لك اول واحد واخر واحد مع بعض، لا جامع لك السيرفرات القريبه من بعض. ليش؟ لانه شلون بيعملوا السيرفرات؟ مثلا خلينا نقول سيرفر 447 امتلى، صار في خلينا نقول 100 شخص، هون ساعتها بيفتحوا 448. هلا امتى لما هذا 447 صار مليان، معناها 100 شخص صار لهم مثلا خلينا نقول يومين ثلاثه عم يلعبوا اللعبه ملوا، بيجي هاد بيفتحوا بصير صار لهم يومين ثلاثه. يعني الفرق بين هدول السيرفرات ما راح يكون جدا عالي، ما راح يكون بشكل مخيف عالي. هلا انا شو عم يعملوا؟ عم حس انه الباور حسب الباور، يعني مثلا هدول كلهم قريبين الباور من بعضهم بحطوهم مع بعضهم، هدول الباور تبعهم قريبين من بعضهم حطوهم مع بعض وهكذا. وهنا شو عم يقولوا؟ هلا انت اذا مو بالايرلي اكسس، يعني ما صار لك زمان باللعبه، حتى هي بالمستقبل راح يعملوها، ممكن بعد اسبوعين ثلاثه شهر راح يعملوا نفس الشيء على كل السيرفرات، بس حاليا راح يبلشوا فقط بالسيرفرات اللي هي الايرلي اكسس اللي قبل ما تنزل اللعبه بشكل عالمي. بعدين راح يعملوا على كل شيء، كاتبينها هون من تحت اعتقد او فوق نسيان وين كانت. After disperse your information, okay. Please, ما بعرف وين كاتبينها كانوا. أيوة عليك. Scheduled in the future. A server merge for server after the grand launch is also scheduled. يعني عامل لك إنه بعد كمان السيرفرات اللي بعد ما فتحت اللعبة بشكل عالمي راح تنجمع، بس مو هلا، بالمستقبل. بقى هاي الشغلات اللي حبيت أحكي عليها، قولوا لي بالكومنتات شو رأيكم بالنظريات اللي حكيتها، وهي 100% شغلة سيئة. هلا بالنسبة لهم شغلة جيدة. ليش؟ لأنه ساعتها بدل مثلا ما يكون عندهم خمس مثلا، هلا هون إذا على الكلام هذا 800 هون، ممكن بالعالمية يكون في 2000، معناه هن عندهم 2800 أو 2900 سيرفر. هلا هن هيك قسمون على أربعة، ساعتها صار مثلا بحدود ال 800 سيرفر. يعني هن ما راح يدفعوا ل 2200 مثلا، 2800 سيرفر راح يدفعوا فقط
مبالغ وشغلات ل 800 سيرفر. شغله ثانيه ساعتها انت كواحد مثلا، هلا انا مثل ما انا مرتاح بالتوب 10، ما بحب العب والله وعرق لوصل للتوب 1، فما بدفع كثير. بس في ناس بدها تصير التوب 1، وهذا شيء جيد، هذا الشيء كثير حلو، بالعكس هذا الشيء ممتع لناس معينه. انا بدي اصير توب 1، بقى تخيل يجيك مثلا 10 من هدول اللي هن مثلا جايبين مليار. هاي احنا بالنسبه لسيرفرنا حاليا صاروا يجيبوا مليار، عرفتوا كيف؟ حاليا صاروا يجيبوا مليار. تخيل فجأة تلاقي من كل سيرفرز اثنين، يعني انت التوب 10 عبارة عن مليارات، معناها هدول اللي جايبين مثلا سكور 400 و500 بصيروا مو من التوب 10 حتى، اللي هن فرحانين بسكورهم حاليا. عرفتوا؟ هاي الشغلة اللي انا حبيت احكيها، مثل هون مثلا انا جايب 500، 500 يمكن ما عاد شمها انا هون. يعني النظام يمكن يصير من التوب 50 على هالحالة. عرفتوا كيف؟ أنا أقول إحنا اللي عندنا أصلاً شكلهم بيلعبوا 28 واحد بس. بقولوا لي بالكومنتات شو رأيكم باللي حكيته، وهل نظرياتي صحيحة بالنسبة للجزء الأول؟ الجزء الثاني 100% صحيح، بس شو رأيكم؟ هل هذا الشيء راح يكون جيد ولا سيء؟ هلا بالنسبة لي الشغلة الجيدة الوحيدة باللي حيصير انه ممكن اذا خفت السيرفرات يخف التعليق باللعبه، هذا الشيء الوحيد الايجابي بالموضوع. والايجابي الثاني لهم انه هن راح يوفروا فلوس، بدل ما يدفعوا كانوا ل 200 الف سيرفر يمكن يدفعوا ل 1000 سيرفر كمثال يعني. اعملكم بعدنا بالكومنتات شو رايكم، وبس هون بكون صرنا فيديو لو استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك الفيديو وتشتركوا على القناه. كل شيء بنشوفه في فيديوهات ثانيه، مع السلامه.